فاجئها في يوم تخرجها، واللي عمله ما كانش يخطر على بالها. فرحتها كانت فرحتين، وزمايلها ما كانوش مصدقين. خطيب دينا عمل لها مفاجأة العمر، مش هتصدق اللي حصل في حفلة التخرج. مقطع فيديو انتشر على السوشيال ميديا في الساعات اللي فاتت، وثق اللي عمله شاب في حفل تخرج خطيبته. فرحته باليوم ده كانت زي فرحتها واكتر، وكان محضر لها مفاجأة ما تخطرش على بالها. دينا كانت بتتخرج من الكلية في حفل مع باقي زمايلها، وهنا منظم حفل التخرج ألف الميكروفون بعد تكريم دينا في مفاجأة يا جماعة. خطيب دينا عمل لها مفاجأة، تعالوا نشوفها. وهنا ظهر خطيب دينا وهو جايب لها بوكيه ورد مليان شوكولاته وفلوس. مش بس كده، لكن كمان قدمها بطريقه غير متوقعه، نزل على ركبته وقدم لها البوكيه وهو راكع على ركبه. دينا كانت مصدومه ومش مصدقه عينيها، عاشت مشاعر مختلفه، فرحتها بالتخرج بقت فرحتين. اول ما شافت خطيبها قدامها ما قدرتش تقاوم دموعها. المدير كمان في الفيديو كان في اللي عمله منظم الحفل وشغل اغنيه رومانسيه ورقص خطيب دينا معاها. الفرحه ما كانتش سايعه لدرجه ان هو كمان ما قدرش يمنع دموعه وعيط من الموقف، ودينا بحركه رومانسيه مسحت دموعه. كل ده وزمايل دينا كانوا واقفين مبهورين باللي بيحصل، وشجعوهم وتفاعلوا مع الاغنيه في مشاهد كلها بهجه وفرحه وسعاده. اللي حصل في حفل التخرج كان مفاجاه بكل المقاييس، لدرجه ان دينا اكدت على لسان صاحبتها انها فعلا ما كانتش تعرف ان خطيبها عمل لها المفاجاه دي، واللي حصل ده كان بدون علمها، ما كانتش متخيله انه هيعمل كده، وكانت في عالم تاني. بتقول دينا انا عارفه انه هيجي حفله التخرج ويكون جنبي في اليوم ده، لان عمره ما سابني، لكن ما كنتش متوقع انه هيعمل كده وهيفاجئني المفاجاه دي، ما كنتش متخيله انه هيكون بالفرحه دي، وبصراحه ما قدرتش امسك دموعي. خطيبي هو نصيبي الحلو في الدنيا، ومن غيره ما كنتش هعرف افرح بالشكل ده. كمان المقربين من خطيب دينا كشفوا مفاجاه غير متوقعه، وقالوا انه فضل يحضر المفاجاه دي على مدار الفتره اللي فاتت، ما كانش معرفها، لدرجه كمان انه قال لها اشوف ظروفي كده هعرف اجي ولا لا. وفي اليوم ده كان محضر كل حاجه ومجهز المفاجاه، جاب بوكيه مخصوص مليان ورد وشوكولاته لانه عارف انها بتحب الشوكولاته، والفكره كانت في المفاجاه مش في اللي جابه، والفكره كانت في المفاجاه مش في اللي جابه. وقالوا كمان ان دينا وخطيبها قصه حب كبيره، فعلا الاثنين بيعشقوا بعض، واللي عمله كان من حبه فيها، كان عاوز يفرحها اكتر في اليوم اللي فضلت مستنياه بقالها سنين. الفيديو عمل ضجه كبيره على السوشيال ميديا في الساعات اللي فاتت، وصل تفاعل كبير بين المتابعين اللي قالوا في تعليقاتهم ربنا يسعدهم ويهنيهم وتكمل على خير، ربنا يكفيهم شر العين. فرحتها بقت فرحتين دلوقتي، شكله بيحبها وكفايه اللي عمله عشانها. ايه الجمال ده؟ لكن يا ترى اللي عمله خطيب دينا معاها في حفله التخرج صح ولا غلط؟